استسلم. ما عندنا شخصين احنا نلعب عيال. اي خساره نعتبرها خطا على الجميع، من رئيس مجلس اداره الى اصغر عامل. كان الكثير يتحدث عن الجانب البدني، سوء الاعداد والفريق بدنيا من الدقيقه 65 و70 كان بدنيا ينزل. صحيح الكلام، لكن احنا كنا في بدايه موسم، لأن الموسم بالنسبة لنا كان الفترة الثانية وليست المرحلة. لكن لازم نوري أيضاً يعني سبب حضورنا للمنافسة هذه، وسبب يعني تمثيل كل لاعب للهلال، نوري الشهادة عن طريق الانتصار والوصول للدور اللي بعده. كل ترك الجانب السلبي داخل النادي، جينا اليوم بروح جديدة برغبة جديدة وتحدي كبير. السلام عليكم الله حتى ما تعبك الله يطول عمرك. بعد وصولنا بعد 24 ساعة كان في اجتماع فقط تواجد فيه السيد رامون دياز ورئيس مجلس الإدارة وباللاعبين. أنا كل ثقة بالجهاز الفني وأقولها قدامكم، إحنا أول كنا ندور دائما الأعذار وبعدين نشيل المدرب، أقولها صدق هو جميل. لابسين شعار الهلال هذا قدر، إحنا خسرنا سوبر الإنسان طبيعي إن ننافس، ولا كأنه صار شيء منافس أقوى. لازم إحنا مؤمنين فيكم جميعا، نبغاكم تمثلون النادي خير تمثيل، ننسى الماضي. اليوم تحضيرا لمباراة الوداد كان مدته 5-6 أيام، ما كان جيد في المدة. Sí, muchachos, lo bueno que tuvimos en toda esta semana es poder trabajar, poder... Vamos a hacer un gran partido. كان التفكير فقط، جل تفكيرنا وهمنا هي المباراة الأولى، كيف نتخطى هالمباراة بعد خسارة. غضب جمهورنا، النقد الكبير اللي على إدارة نادي، على جهاز فني، على لاعبين. فكانت الصعوبة هي في المباراة الأولى، أنت تتكلم عن فريق صاحب أرض وجمهوره. مربوح الوداد. Les supporters, c'est eux qui jouent un rôle déterminant dans l'équipe du Val. زي ما انتم شايفين اليوم الجماهير مره عاليه، لكن باذن الله الهلال بيسوي نفس نهائي سايتاما. الحضور كان 80,000 وقدرنا نربح، واليوم باذن الله بنفوز ونتاهل باذن الله.많은 관중들이 들어온다고 들었는데 그 관중들 앞에서 경기를 뛸 수 있다라는 거는 일단 선수로서는 굉장한 좋은 기회인 것 같고, 그게 힐랄 팬이든 상대 팬이든 상관없이 모든 전 세계가 주목하는 경기이기 때문에 좋은 경기를 보여줘야 될 것 같습니다.
مبين اللي يلعب واللي برا مركز طول وقت المباراة يا عيال تفون مباريات دي ما فيها رجعة يعني خلاص خلص المباراة ما سلام لازم نجلس لازم نجلس يا عيال بإذن الله إننا قادرين ناخذ يعني يلا يلا اسمعني السنة الاثنين اللي قدامي أقرب لاعب الخوية يتكلم معي يأشر له يسوي كل شيء بعدين عندي إشارة أنا أربع اليد اليمين كورة موسى سيشول يبنتو من راسه ديريتشو سجان ويأخذ موسى ترى مباراة مختلفة عن أي مباراة الكواليتي موجود المدرب يقدر يلعب بأي تشكيلة في المباراة هذه بس مباراة مختلفة عن أي مباراة إذا ما في قتالية ما في حماس ما في روح ما في صرار ناخذ المباراة ما راح سعيد فريق مختلف مباريات هذه تبين فريق البطل لازم في قتال على الكورة الجزر عالي كل ما يستلم الهلال كورة تسمع صوت أكيد يبعدك عن التركيز بس إحنا في المنصة اللي جنبك ما تقدر تسولف معه إذا استلم الهلال الكورة. La comunicación entre nosotros era con los ojos, con las miradas. Tratábamos de vernos a los ojos y saber qué quería el compañero, dónde quería la pelota. Cómo se tenían que posicionar para recibir la pelota, porque realmente había mucho ruido, había mucha presión de la parte de los fans de ellos. Yes. Because if I go like this, I don't see like this. When I position like this, I pass. Okay? Come on. Keep going till the end. Come on. One hand. Fight together. All together. Come on. Now we fight a lot. We fight a lot. We learn a lot. So keep going. Just keep going, guys. Mare Garcia, cuando el 14, cuando este ataca y tenemos la posibilidad que le meta la diabla, tenemos que hacer bien la salida también. Bien, la salida la tenemos que hacer. Si no, con pelota larga y achicamos y apretamos. Bien, bien, el pelota parada. Bien, el pelota parada. Vamos a seguir siendo duro. Bien, bien, el pelota parada. Estamos bien. Concentrémonos, estamos muy bien. Ok, Carlos. Bien, vamos, vamos, vamos. ثابتة وركنية تنفذ عرضية لكن الإبعاد يقلب الخطة سيئة في الإبعاد الدفاعي الهلالي ماريغا تحضير خطيرة داخل منطقة لسعود عبد الحميد مر وركلة جزاء نعم نعم كأنه على تنفيذها كأنه يا عيني كأنه قاعد أتعود يعني مدة سنة الحين وأنا أشوت بذي الطريقة وعلى أساسها أنا أشوت على حبيب يقول لي بتشوت كذا المباراة قلت له اكيد اني بشوت كذا خلاص اني اتمرن كذا واشوت كذا قالت حداك تشوت كذا قلت والله ما شوت الا كذا اتوقع سالني بساعد فسالته انت تحدد الزاويه ولا ما تحدد اشوف الحارس وين يروح واحط الكره عكس عشان كذا شتها زي كذا هذه بنعلم فيها الحين كل الحراس ان شاء الله انه بيستمر يسجل حتى لو عرفه وش طريقته سعادها بعد ذلك أيمن حسوني لمسة فيها تغطية تدخل حكم اللقاء يشير إلى خطأ لمساعدي بس لا أقول لك والله مهم ما أطقها عوجة على قولته والله الأخيرة عاد هذه والله مبني ولا 1% أبغى أوخر عن اللاعب دعست رجوله حتى دعسة بسيطة والله لا تستاهل طرد بس خلاص يعني
مكتوب اني انطرد في الكاس عالم الثالث وانطردنا، بس والله مو بالنية ولا بالقصد. بلمسة الى جلال، داود يبحث عن التسديدة، كاريو في التغطية. Once he get the foul, the injury, I get really scared because I never see him screaming that way. When we run into the field, he was like another person. I didn't recognize him. He was screaming, "Oh, it's too much pain, a lot of pain. I'm not good. Hey, change me." I said, "Calm down." I was trying to settle him down in order to assess him properly. حركاتنا الإصابات طبعا تفقد عنصر مهم كمان مثل كاريو، كمان يأثر على المجموعة ترى. Fui a hacerme inmediatamente un examen y no tenía absolutamente nada roto, así que eso me dio una tranquilidad, pero a la vez tenía mucho dolor. يذهب الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ستحسم كل شيء في هذه الموقعة. المعيوف أمام عطية الله، المعيوف يحاول ولكن أربع جول. الهلالية الحاسمة الأخيرة. بلنتي كان المدرب يحط الأسماء، جيت أنا بادرت قلت أنا بشوت. منها غيرك يا سعيد. الحمد لله توفقت فيها، والشعور حلو مرة 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 حلو الشعور. معيوف عشانه هو قائد الفريق، هو اللي حفزنا قبل بلنتيات، ويعني أول ما سجلت على طول رحت له. ما راح ينسى مصعب الضربة الترجيحية في تاريخه. قلت لهم بعد ما نوصل الفاينل نحتفل ونفرح، لأنها تكون يعني وصلت إلى مركز ثاني لا سمح الله، وبإذن الله مركز أول. فحبيت يعني تعرف توصل أثرها للمجموعة، إنه هدفنا بعد التأهل للفاينل. الحمد لله مبروكين، ان شاء الله جاي افضل باذن الله. ان شاء الله we are going to the final. Believe Gustavo. Congratulations Al Hilal fans. Inshallah we'll win the next game with mentality and a strong heart. Yala. Y en los 15-15 no pudimos sacar diferencia, pero en los penaltis sí los cobramos muy bien y creo que merecíamos estar en la semifinal del mundial. Yo creo que salimos con mucha energía al siguiente partido, con confianza y. كان دوري كرئيس مجلس إدارة بعد الحديث مع جواو عن أهمية التغذية، أهمية النوم، أهمية الاسترجاع صح، لأن إذا فترة قصيرة لاحظناها إحنا. جربناها في البطولات المجمعة، جربناها في كأس العالم الماضية واللي قبله. بعد نهاية مباراتنا مع الوداد كانت فيه ورشة عمل مصغرة كجهاز فني وجهاز طبي وجهاز إداري في غرفة الملابس. أول ما دخلت غرفة الملابس اجتمعت مع اللاعبين، هنيتهم طبعا بالخطوة والتأهل إلى نصف النهائي، أعلننا المكافأة. بعد إعلان المكافأة ربطتها، تشوفوا أنا ما عمري تشرطت في مكافأة ولا عمري علقت على مكافأة، لكن في شيء مرة مهم اللي هو الاسترجاع والتمارين والنوم والتغذية. أهم شيء الريكفري، اللي ريكفرينا في مباراتنا في الأمينجو الثانية ذيك
ريكفري از ذا موست امبورتنت. الاكل النوم هذه اهم شيء. So right after the match against Al Wittad, we had of course already prepared a snack for the players individual for them to recover as much as they could. So we prepared some individual cups with fruit, with cereals full of energy, and also some fruit juices for them. After that, we came for the hotel and we had also a big dinner and one more opportunity before sleeping for them to finish the recovery of this day. تتمنى لهم حظ سعيد من القلب ديالي. الهلال السعودي يسير 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 ثلاثة هلال. احنا فضلنا ان احنا نرجع بعد مباراة الوداد وان احنا نرجع لمقر سكننا وبعثتنا. عدة اسباب، اولا السكن هنا اكثر راحة، ثانيا الملاعب جدا قريبة ومتاح فيها أي وقت إن إحنا نتدرب، ثالثاً موضوع الإسبال اللي موجود ومتاح لنا، أدواتنا واللي حضرناها من المملكة معنا هنا كانت ثابتة وموجودة هنا. Esto vamos a hacer, vamos a hacer un loquito acá tranquilo, se van a recuperar, calentar un poquito y vamos a hacer algo táctico. 10, 15 minutitos parado, así para le vamos a decir lo que queremos y lo que vamos a hacer. La más difícil la pasamos. La gente en contra, el país en contra, un equipo que te presionaba. Entonces vamos a mentalizarnos, no hay cansancio, no hay nada, muchachos. Estamos al borde de algo histórico, lo voy a volver a repetir. Después tenemos recambio para poder hacer. Exagerar al máximo, pasar esta barrera. Nunca pasaron esta barrera. Recibe de espalda. Va, no llega. Claro. Va, lo presiona el otro. Lo golpea. Lo fastidia, fastidia. عندنا خبر ان احنا هننتقل الى مدينه اخرى. First of all, I want to say we're happy to be in the semi-finals, and we know it's going to be a big game tomorrow. It's going to be a tough game. As I know, the team is ready. We are ready, and hopefully, we come out victorious tomorrow. Que tiene un potencial importante de mitad de cancha para adelante, y por supuesto. Va a ser un partido bastante abierto porque nosotros también vamos a provocar un partido. The day before the game, he didn't train. Did a lot of sessions with the physios. And the day of the game, in the morning, we took him to one field to do some field sessions just to try with the ball, running, changing of direction, some kind of jumping. We did a strong bandage. Hicimos de todo para hasta el mismo día del partido contra Flamengo. Yo no iba a jugar en principio, solamente que. Pero yo quería, o sea, mis ganas eran más que todo esto. Y nada, el doctor me dijo que me ponían una pequeña anestesia en el tobillo para no sentir el dolor porque no tenía nada roto y no corría ningún riesgo. And amigo, let's go and play. And alhamdulillah. Y jugar de una manera, pero bien intensa, bien táctica,
bien apretando, bien siendo duro. Ayer vieron que les mostré todo como lo que hacen ellos, como los defectos y también las virtudes. Confiemos en el grupo, vamos a confiar porque tenemos la posibilidad. Ya es un logro llegar a esta final, pero a la semifinal. Pero gente, todo el mundo estaba esperando que al final pase. Todo el mundo está esperando. Entonces tenemos que dar el máximo, cada uno de ustedes tiene que dar el máximo. Y por supuesto lo que pretendemos de Califa, por eso lo pusimos, que la jugada cuando va al costado y esté mano a mano con uno, que sea duro, que sea fuerte, es lo que es. Lo estamos poniendo porque es agresivo, es duro. Tiene confianza del entrenador, de sus compañeros. Sea bien agresivo, bien duro. مرحبا بالهلالية اليوم في ملعب طنجة، إن شاء الله راح نزف الهلال للنهائي بحول الله. إن شاء الله تربح الهلال، قلوبنا مع الهلال إن شاء الله. الله إحنا كعرب كنشجعوا الهلال ديما، هلال ديما، هلال غوت. برافو. Ellos por afuera, si viene acá, que salga apretado. Estemos con el árbitro, jugamos, metemos, no protestemos con el árbitro. Que no te saque una amonestación por boludeces. Octavo, dígalo, busca el máximo de lo que tengo. بين الرجال تركيز حضور غير اخر دقيقه، اثق في كل لاعب صغير كبير، كلكم والله زي بعضكم، اثق في كل واحد فيكم، وعندي امل كبير بعد الله انكم ان شاء الله بتجيبون الفوز باذن الله. كمان قناه منصورين مع المباراه وخلاص سليم وفيكتور يوسف، وكل احد ضحى اليوم، هذا شيء ان شاء الله ما يضيعنا. اتمنى لكم التوفيق يا عيال. بسم الله ابو طاخون تو يكون اسود. فازوا علينا في 2019 واليوم ان شاء الله بناكل امتان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وطابت اوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا هنا في شمال المملكه المغربيه. ايه قال لي شوي قلت له ان شاء الله ابشر. Relax. ¿Y a dónde estás? Escuchame, Saúl, que no te encuentre acá, te encontró acá y viene la contra. No, my friend, no. Ahora tenés que esperar poder llegar a Comusa acá. Lo mismo que Califa, que lo está haciendo muy bien, lo están apretando bien ahí.
pero que no te encuentres acá afuera, porque después te arrancan y te crean situaciones. Ahora vamos a tener, ya sea Vieto con el volante, Sarri con el que va por afuera, y acá nos tenemos que acomodar, que Saúl cierre, para que seamos cuatro, van a ser cuatro contra seis nueve, porque hasta que llega Babadega, y con este lado viene Sarri, este se tira atrás acá a jugar así, y podemos mantener, pero tenemos que seguir defendiendo bien ahí, no nos metamos tan atrás que el fuerte es acá dentro de ellos, el fuerte es acá dentro. Así que mientras que nos tengamos afuera, vamos a poder seguir jugando. ¡Al arma! ¡Oro! Vieto, este se te va a tirar acá atrás. Y marcar. No salgas a apretar acá, tirarlo acá. Porque después cuando recibimos, sí le metemos la contra como loco, como lo que hicimos. No salgas a apretar acá, metete acá adentro. Cosa que estemos bien agrupados, que no le demos ningún espacio para ningún lado. Y cuando recibimos, sí le metemos la contra nuevamente, que le podemos hacer el otro gol. Muy bien, Mayú. Muy bien. Esperá. Espere. Vamos a pasar el tiempo. Ahora tenemos que ser inteligentes. Esperá. Afuera. Mantengamos la tranquilidad y no jueguen rápido. No juguemos rápido. Hay un foul. No juguemos rápido. Vamos a pasar el tiempo. Tenemos 45 minutos nada más. Atención, pelota parada con el 9 que cabecea bien. El 9 y Luis también cabecea bien. Estemos atentos. Cada uno tiene su marca, vamos a marcar bien, ser duro. ¡Son 45! ¡Vamos, yala! 45 nada más, vamos a poner la personalidad, yala. ¡Vamos! Una chance y estuvo muy bien, ¿no? Que ocasionó los dos penales, hizo un gol. Muy contento también por él, ya que venía trabajando y era su momento de brillar, y brilló en un momento que más lo necesitábamos. ردينا الثار اللي بيننا، بطل آسيا ضد بطل القارة الجنوبية. الحمد لله فزنا وتأهلنا النهائي. هذا إنجاز المملكة العربية السعودية قبل كل شيء، احنا فخورين فيه. مثلنا آسيا، مثلنا العرب، غير تمثيل. Guys, I told you, see you in the final. يلا بابو يلا Sabemos que estamos representando a un país entero y la verdad que el partido que me tocó hacer en lo personal para mí fue excelente. صراحة الأداء اللي أداه والدور اللي انطلب منه من دياز صراحة أداه على أكمل وجه. فأوجه له جزيل الشكر هو وكل اللاعبين طبعا. لكن حل العقد. In the final! Yes! Yes! Alhamdulillah! Everybody! كنت واثق من فريقنا وكان الحماس موجود طوال مدة المعسكر وكانت نتيجتنا ان احنا نلعب الفاينل. Partido merecedor, empezar en una final del mundo y bueno, creo que dejamos el nombre de Saudi Arabia en alto a los ojos de todo el mundo y sobre todo el nombre Al Hilal. Y nada, le dimos una lección de buen fútbol y de humildad. Oh,
كنت أنا في فرحة يعني عظيمة وشكرتهم على أنهم حققوا مستهدف لنا هو الوصول للنهائي. شكراً من القلب. Thank you so much. صراحة ما أقدر كيف أوصف كيف أنا فخور فيكم. I'm so proud. We were united. لكن الحمد لله كنتوا مع بعض مجموعة قوية. الحين راح منكم الضغط. مو مطلوب منكم أي شيء. المكافأة مليون لكل واحد. هذه اللحظات اللي على قولتهم تنفس عن مرحلة يعني تكون صعبة. العام الماضي بعد مباراة تشيلسي والأداء العظيم. يعطيكم العافية جميعا. أمس يعني بعد المباراة كان ودنا بالفوز، لكن الحمد لله أنتم الحين حطيتوا تحدي جديد بإذن الله أننا قادرين عليه في قادم الأعوام. والآن أصبح طموحنا ليس فقط المشاركة ولكن الفوز أيضا. كانت يعني في زي هاللحظة يعني طبعا ما فزنا، بس كنت فخور بالأداء وغرسنا كإدارة فكرة أن المرة الجاية بننافس، مين ما كان هو اللي بنلعب معه سيمي فاينل بننافس. فلما لعبنا مع فلامينغو وفزنا على فلامينغو يعني عشا ما بعد تشيلسي يعني على قولتهم ذكرنا أننا طموحنا ننافس، حققنا الطموح وصلنا للنهاية. Era para llegar lo más lejos posible y ahora estamos en la final, así que merecidamente vamos a soñar con el título del mundial, obviamente respetando que tiene para. Bueno, seguramente es una final, todas las finales son difíciles, más allá del rival que nos toque, así que nada, preparar el siguiente partido. الهلال صاحب أولويات ويوصل لنهائي كأس العالم للأندية. الحمد لله. الله يبارك فيك، مبروك لكل الجماهير الهلالية. الهلال صاحب الأولويات بتمثيل المملكة العربية السعودية، الحمد لله خير تمثيل. ألف ألف مبروك قيادتنا الرشيدة سيدي خادم الحرمين الشريفين سمو ولي العهد وزير الرياضة، وإلى سمو الأمير الداعم الأمير وليد بن طلال. ألف ألف مبروك، مبروك لكل الجماهير الهلالية، مبروك لكل العظماء اللي يعملون بنادي الهلال، من عظمة الإدارة إلى جهاز فني، جهاز إداري، إدارة تنفيذية، مركز إعلامي. Tengo que decir, este partido para nosotros, para mí, para mi todo cuerpo técnico y para el club también, para el Hilal, que es, me parece que es una de las cosas más importantes que nos ha ocurrido en este último tiempo. Ya llegar a una final para este club y para nosotros es algo muy importante, importantísimo diría. Y principalmente enfrentar a un equipo de este nivel, de esta categoría, que nos mete a la prueba de nuestra capacidad, ya sea táctica y también de parte de los jugadores en lo futbolístico, en la concentración, en no cometer errores, en achicar espacio, en tomar a jugadores de ellos que tienen en el sector izquierdo que son muy, muy punzantes, muy, muy peligrosos. Entonces nosotros estamos tomando todos los recaudos necesarios para poder hacer un gran partido y competir contra este gran equipo. Es un buen equipo que tiene calidades individuales, tiene muchos jugadores del equipo nacional de Arabia que hizo muy bien en el Mundial, tiene jugadores que tienen experiencia porque han jugado en Europa, es un equipo que respetamos mucho, creo que no lo...
toda su calidad la ha mostrado en la semifinal ganando a Flamenco, que respetamos mucho, un partido muy muy importante, que no pasa muchas veces en una carrera futbolística de jugar este tipo de partido. Entonces, como he dicho, lo vamos a disfrutar porque no pasa muchas veces. I think that football is changing. The fact that Al Hilal is in the final means that football is global now. Usually this final is South America against Europe. Now there is an Arab team. There was an African team in the semi-final that played well. The World Cup showed that a lot of Saudi Arabi beat the world champions, Argentina. So I think for football is much, much better to have a lot of teams all around the world. It could be, it's global, and this is important for this sport. بإذن الله إن شاء الله نأخذ المركز الأول، ولو ما حققنا المركز الأول الشباب ما قصروا، رغم الظروف ورغم الغيابات ورغم الإيقاف الحمد لله واصلين المركز الثاني، أول نادي سعودي يسويها، فبإذن الله إن شاء الله نقدرين الشباب. نهائي كبير اليوم، مونديال الأندية الهلال يكون متواجد فيه، فخر كبير للوطن. الحمد لله شعور عظيم صراحة كمشجع، ودائما الهلال يرفع الراس في أي مكان، سواء رحنا معاه في اليابان، أبو ظبي، في قطر، في أي مكان الهلال يرفع الراس، وفي المغرب والريد يرفع الراس في مباراة الوداد، مباراة فلامينغو، إنك تطلع بطل ليبرتادوريس، تلعب الحين ضد بطل أوروبا وضد أكبر فريق في أوروبا، يعني أكيد توقعات صعبة، لكن دائما طموحنا عالي كهلاليين، وهذه البطولة المتبقية لنا، وإن شاء الله ليش لا يعني. لكن في حال لا سمح الله يعني ما توفقنا بالنتيجة، بالعكس دائما مرفوعين الرأس، والمركز الثاني يعد أوريدي إنجاز، وإن شاء الله فارنا الخير بإذن الله. فما هلال حددنا هدف ان المشاركة القادمة ان ننافس، والحمد لله نافسنا. احد يعني اهم خططنا اننا نحقق البطولة، كل البطولات اللي ندخلها، فانضمت لها كأس العالم للأندية. فاليوم الهدف جدا كبير، طموحنا جدا عالي. أنا اليوم أفخر وافتخرني أحد هالعناصر الموجودة، ومن عمل ومن شجع ومن هو منتمي النادي الهلال. اليوم نتواجد تحت أنظار العالم، نتواجد في مباراة نهائية في كأس عالم، هذا هو الطموح بالنسبة لنا، وليس فقط أن احنا نلعب مباراة نهائية. صحيح الفوارق جدا كبيرة، صحيح الخبرات مختلفة، صحيح يعني مباريات من طابع آخر، لكن حق مشروع بالنسبة لنا إن احنا نفكر وإن احنا نحلم وإن احنا نحقق طموحنا. ليش لا إن احنا نحقق كأس العالم؟
احنا ان شاء الله قادرين باذن واحد احد ان شاء الله ان احنا اليوم وصلنا الهدف اللي كنا نسعى له ان احنا نصل وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى. قادر إن شاء الله بإذن الله أنه يحصل على كأس آسيا وأنه يشارك في كأس عالم وأنه إن شاء الله يحقق كأس عالم بإذن الله إن شاء الله. Agradecerles a todo el mundo, orgulloso de ustedes por el esfuerzo que tuvieron, el esfuerzo que hicieron, no este partido sino también los anteriores y todo el esfuerzo que vienen haciendo. La verdad, muchas gracias y felicitaciones a todos. شرعنا